لبيك اللهم لبيك، لبيك لا. الحمد لله على النظام، الحمد لله على المملكة السعودية ووزارة الحج والعمرة قائمين بالواجب وبالضيافة، ونشكرهم على حسن الاستقبال. يحميكم يا ياب، الله يرزقكم، الله يحميكم ويطول عماركم ويحميكم من غضائب الدنيا يا رب، الله يحميكم بحماه. الخدمات في السعودية خدمات جيدة، لا من حيث التنظيم ولا من حيث البنية التحتية، ونحن نشكر الملك ونشكر ولي العهد. شكرا سعودي عربي اي ام غازي محمد من روسيا. أتقدم بالشكر الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، رزقه الله العفو والعافية، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان رجل الخير وصاحب النظرة الثاقبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم. إن الحمد والنعمة لك والملك.